هل تساءلت يوما لما تكره صوتك؟ هذا حقيقي، فمن المؤكد أنك سمعته في تسجيل ما على هاتفك أو إحدى قصصك على الإنستغرام. حينها بدا لك سيئا للغاية، بل وغريب أيضا، كأنك تسمعه لأول مرة. لا بأس، أنا هنا كي أطمنك، فهنالك سبب علمي لذلك، فاستعد معي لتعرف ما هو. في الواقع جميعنا لا نحب أن نسمع أصواتنا لأنها لا تكون أبدا كما توقعناها. في العديد من المرات ستلاحظ أن صوتك الذي سمعته وأنت تسجل مقطع فيديو مثلا أو مقطعا صوتي يختلف كثيرا عن الصوت المحرج في الفيديو. الأمر ليس خيال، بل هو علمي بحت، ويعود للسبب التالي: الوسط. ما هو الوسط الذي انتقل خلاله الصوت إلى أذنيك؟ عندما تتحدث وتسمع صوتك مباشرة فهو يصلك عبر وسيطين، الأول هو الهواء والثاني هو التوصيل العظمي في داخل تركيب الأذن الداخلية، أي أنك تحصل على صوتين في نفس الوقت لصوتك. ما يعنيه هذا هو أنك تصدر نغمات ذات تردد منخفض تتخلل خلال جسمك وعظامك وتصل لآذانك. تلك النغمات تصل أسهل عبر جسمك من الهواء، ولهذا يتم فقد الكثير منها خلال الهواء. وبهذا وأنت تتحدث يصلك صوت أرق بكثير عما تسمعه من أي مقطع لك تعيد تشغيله. حسناً إذن، أي من الصوتين هو صوتك الحقيقي؟ أهو البغيض الذي سمعته من الهاتف أو ما سمعته أثناء حديثك؟ في الواقع يعد الأخير هو الأقرب لصوتك الحقيقي. أخبار جيدة، صحيح؟ ومن هذا نكتشف أن الأذان البشرية هي أفضل بمراحل من أفضل الميكروفونات والمسجلات في العالم. ولكي تحصل على صوت مقارب لصوتك على التسجيل بميكروفون عالي الجودة، حينها ربما يكون الصوت المصدر قريبا لصوتك الحقيقي. أما عن طريقة تحسين صوتك فهناك العديد من الطرق، لا لن تضطر لتغيير تركيبك الجيني الخاص أو توسيعك للحبال الصوتية. كل ما في الأمر أن تمارس بعض التدريبات المتعلقة بتحسين الصوت، وأهمها التدرب على الحديث من البطن. هذا حقيقي، تلك هي الطريقة المثلى لإخراج أرق التوترات الموجودة بصوتك والتخفيف من حدتها. لا تقلق، فالأمر ليس بهذا التعقيد، فقط حاول الاسترخاء وخذ نفسا عميق ثم دع الصوت يخرج من داخلك، هذا سيجعله أكثر ثراء. ويمكنك كذلك تجنب بعض الكلمات الغليظة التي تزيد من حدة الصوت والتي تجلب نغمات سيئة. هذا كل ما لدينا من أجل توطيد العلاقة بينك وبين أحبالك الصوتية. والآن بعدما تقوم بتجربة تلك الحيل، أخبرنا بالنتيجة في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.